The next reciter is from Niger State, Khadija Sayidu. The next reciter is from Niger State, Adija Sayidu. Me karatu na gaba ita ce Khadija Sayidu daga jihar Niger. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت. بفضلك كلم. قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر يدبر الأمر سيقول ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال فأنى تصرفون كذلك حقت كلمة ربك على الذين فسقوا أنهم لا يؤمنون قل هل ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنى تؤفكون قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من
الشيطان الرجيم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما من فضلك كرم أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما والأرض كانتا رتقا ففتقناهما أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون وجعلنا من الماء كل شيء حي أفهم يؤمنون أفلا يؤمنون أفلا يؤمنون وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون وجعلنا السماء وجعلنا السماء
وجعلنا السماء سقفا محفوظا وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق به